واو الفوف يا خرابي. والله حرام انه هذا ما ينعرف بروس لي، نظيف جدا. طبعا انا كنت دبه وصرت نحيف اللي ما يعرف يعني. المهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا طيبين وبصحه وسلامه. انا ابغى منكم شغله يا جماعه، انا ابغى اسوي جزء ثاني من البروست اللذيذ اللي غير البروستات اللذيذه اللي غير معروفه في جده. فلو سمحتوا اكتبوا لي بروست كذا في التعليقات عشان ابغى اجربه في المستقبل ان شاء الله، ابغى اسوي جزء ثاني منه، فضروري تكتبوا لي. المره هذه يا جماعه انا قررت اخش برضو هانجر ستيشن عشان نفسي اجرب مطاعم بالشكل، يعني اشوف المنيوهات واجرب المطاعم حقتهم. فدحين دخلت هانجر ستيشن وفي هنا علامه اوفرز. اوفرز هذه يا جماعه مسوين عروض، عروض رمضان او اتوقع عروض حاجه زي كذا، فهنجرب عروض رمضان او هنجرب المطاعم اللي مسوي عروض رمضان. فلقيت فيها اشياء الصراحه يعني لعابي. انا جاتني الفكره بس توي دخلت هانجر ستيشن، بس جاتني الفكره منها، فابغى اجرب مطاعم انا ما جربتها ومطاعم او اكلات انا ما اكلتها، وكمان يعني اشياء انا مني يعني فيها ما فيها مقاطعه يعني. اوكي فاول شيء في وجهي هو هيرفي. انا كنت جربته وعجبني، فممكن اجرب منه حاجه برضو من العروض اللي هو مسويها. هو مسوي عرض اسمه دريم بوكس سبايسي از ذا بيرفكت تشويس فور شاورمان. طيب ايش فيه له دريم بوكس سبايسي؟ فيه له، طيب انا ما ابغى دجاج فبلاش، خلينا نشوف هذا اللحم. كومبو سوبر هيرفي، اوه شكله كبير. سوبر هيرفي وأونيون رينجز، ماشي انا ما ابغى كبير. هذا فيه 1579 سعرة، واو مرة كثير. طيب خلينا نطلبه ونروح للي بعده. طيب نشوف مطعم ثاني ايش شاورما. طيب هذا اسمه شاورمة السلطان. شاورمة ايش؟ السلطان. ايش عندهم شاورمة السلطان؟ كلها محلات انا ما قد جربتها وما احس ان هي معروفة يعني في المكان يعني في عندنا يعني. يبقى كده صحن كده ملغم. شاورما عربي. بس ترى تقييماتهم كلها 4 وفوق. عربي شاورما سمول لارج سمول. خلينا ناخذ سمول. ويز تشيز. تشيك اوت. يا شغال. اللي بعده. نبى مطعم كمان. ديب فرايز شوية معروف صح؟ لا ديب فرايز معروف. والله الصراحة مشتهي بس عشان القواعد حق الفيديو ما راح أطلبه. شاورميتزا. هطلبنا شاورما بس هذول عندهم شاورميتزا. نخش شاورميتزا. إيش شاورميتزا؟ شاورما بيتزا؟ طيب فين؟ ها فين الشاورما؟ فين المطعم؟ شكلها مميز والله صراحة. يعني حطيناها في الصورة بس ما هي موجودة في المنيو. المدحك الريفي ما اعرف ايش هو المدحك هذا. العروض ما فيها مطاعم كثير اللي منزلين عروض، شكلنا بناخذ مطعم من برا. ايش ناخذ مطعم؟ ناخذ مطعم بروست. واو بروست لي تقييمه 4.3، والله تقييم كبير. طب ناخذ من عندهم بروست، لا حراق، تمام. ابغى من عندهم كولسلو. في كولسلو عشان بس لحد يقول سلطة ملفوف. والله منزلين اشياء رمضانية بس كلها كميات كبيرة. طيب هناخذ من عندهم سلطة ملفوف يلا عشان ابدوقها. تشيك اوت. كده طلبنا 3 مطاعم انا ما قد جربتهم، 3 مطاعم عشوائيين باكل عشوائي برضو، يعني خلينا نقول مطاعم جديدة. ان شاء الله ما يتأخروا، مرة جعان، توي مخلص تمرين وفطوري كان 3 تمرات وتمرنت وكارديو وحديد وسكري. الجوع كافر. نستنى الطلب ونرجع لكم. اول طلب هيجي على طول هصور. مرة جيعان. سلام.
طيب يا جماعة، أول مطعم وصل معانا هو مطعم إيش كان؟ هو تاني مطعم طلبنا منه، يعني مو أول مطعم، هو تاني مطعم طلبنا منه. توقع سريع سريع عشان إنه إيش؟ شاورما. اسمه شاورما السلطان. يعني الصراحة أبدا مو زي الصورة اللي كانت موجودة، مو زي الصورة أبدا اللي كانت موجودة، يعني ابدا 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 مو زي الصوره الصراحه اللي كانت موجوده. يعني خلينا نقول مثلا هو زايد 4 ريال، فهذا الصحن تقريبا ب 25 مثلا، خلينا نقول كشكل وكمبدئيا ايجاد البطاطس احسه ما يستاهل، بس كطعم نحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ممتاز والله، ان البطاطس كويسه لذيذه وكل شيء، بس مره بارده. انا من النوع يا جماعه اللي احب البطاطس اي تتقطع ما هي تتفرز، فهذه مقطعه. في لون في الشاورما نفسها، في عيش الشاورما، ماني عارف ايش هو ده، لون كذا احمر، فما اعرف هيدي نكهه ولا لا. بسم الله. حاطين كمان معاه جبن، ما طلبت جبن. طعمها كويس، ممتازه، بس الشاورما قليله. طعم الشاورما ترى لذيذه، بس الشاورما نفسها قليله مقارنة بالسعر، احس غالي. دين نخش المنيو حقهم عشان ما نظلمهم. الصغير في الموقع عندهم ب 19. طيب الصغير عندهم يا جماعه شاورما عربي، عشان بس اتاكد. طيب صحن الشاورما عربي مع الجبن ب 21 ريال، يعني هذا الصحن ب 21 ريال كطعم هو كويس، بس ك 21 ريال احسه مره غالي. هيا ندوق الصوصات حقتهم. هذا الصوص اللي ما اعرف ايش هو، جبار سبايسي شويه بس مميز. طيب هذا الثوم. بسم الله، ثومهم مسوينه بثوم يعني حقيقي والدنيا تمام. حار شويه، ممكن ما يناسب ناس كثير. المهم كطعم كويس، هل يستاهل؟ احسها ذوق شخصي. انا اتمنى على التجربة هذه، لا هجربه تاني برضو لا. يلا نستنى المطعم اللي بعده يا رب يوصل بسرعة، مرة جيعان. ارفي وصل صراحة. طبعا هذه موية يا جماعة، نسيت اخذ شيء. طبعا انا اخذ مع الفطور اوميجا 3 ودي 3. في ناس كثير تبغاني اقول ايش، كيف اتمرن، ايش تمارينك، يبغوني اصور كذا. انا اصور في سناب بس ما اصور في اليوتيوب يعني. فاذا انتم حابين فيديوهات رياضيه زائده كذا او جزء بسيط ممكن اصور. الاوميجا 3 طبعا كل الناس تعرفه، واللي ما يعرفه هو دهون صحيه. والله هرجتها هرجه، لو تبغون اتكلم بامور مفصله اتكلم فيها. طبعا انا كنت دبه وصرت نحيف اللي ما يعرف يعني. المهم هيرفي يا جماعه، هيرفي انا جربته مره واحده في فيديو اللي مو اللي فات، اللي قبل اللي فات. هو منتج سعودي انا اشهد اليه. انا ماني عارف ليش حطوا لي مصاص، بس اوكي قلت لهم حطوا لي مويه بدل البيبسي، ما في مويه. طيب والله كبير كبير الوحش كبير. هذا هو برجر هيرفي يا جماعة. اوبا اوبيوش. لا اسمعوا، ما اسوي لكم استعراض الصراحة، خليني اخذ منه كذا لقمة ونقيمه. بسم الله. واو. انا بحاول اعرف سعره، لانه هذا اتوقع اشتريته ب 36 حاجة زي كذا. عندهم في المنيو، ما في الموقع ما محطين سعره، حاطين بس انه يعني ايش المنتجات اللي عندهم. فبسم الله. والله طعمه مره قريب من ماك، ما كان نفسه. طيب انا ايش بقول؟ واو، انه في منتجات سعوديه، يعني في ناس انا اعرفهم مدمنين ماك، مدمنين ماك وكي اف سي والاشياء هذه، ففي منتجات سعوديه كثير تنافس. اوه الرينجز يا جماعه، طبعا هذه ثاني مرة في حياتي اكل رينجز. انا اول مرة
من زمان مرة فأفتكر إنه ما عجبتني فهجربها تاني. أيوة ما عجبتني. الرينجز أتوقع 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 هي هو بطاطس بالبصل أو بصل بس في كلتا الحالتين ما تعجبني. كيف؟ أتوقع إن كلكم تعرفوها، في ناس كثير مرة تدمنها. ما تعجبني صراحة، ما نكهتها صعبة. إذا نرجع لموضوع البرجر، العيش فريش، البصل، الطماطم، مخلل، فيه كل شيء. ليش نروح للأجنبي؟ خليك مع السعودي يا، خليك مع الوطني والله. يعني حتى ما يحتاج كاتشب ولا شيء، ولكن نسوي لكم واحدة بالكاتشب. والله ما يحتاج كاتشب، حتى محترمين اني وجايبين لي مناديل حق الشاورما، ما جاب لي شيء. يلا ما علينا، باقي واحد مطعم الصراحة مرة تأخر، بس هم قالوا يعني اعتذروا من رسلوا رسالة اعتذار انه في تأخير بسيط ومش عارف ايه بتاعه، فهنستناه ونرجع لكم تاني. يلا بروستلي يا جماعة، طبعا عشان اكون صادق معاكم من الاسم حسبته مكان ابو كلب، ابو كلب من الاسم حسبته مكان ابو كلب، بس والله عندهم باكجينج ودنيا روج والله. يعني هو شوية طاح شوية صوص، والله اوف 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 اوف، شوف مدلعينك كمان حاطين لك حسبته مكان عادي والله. يبغالي اسوي حلقة الجزء الثاني ضروري حقة البروست الغير معروف، ضروري ضروري ضروري. شوفوا كيف الباكيجينج، والله الباكيجينج جبار، واخذ مستوى عالي. اوكي كولسلو او سلطة الملفوف، يا خرابي لا لا مو مسلوق الا ارضيتي، في السيارة اوصخ، في البيت اوصخ، اطيح يا ابوي الشاد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. هو 50% سيء 50% حلو، طعمه كويس بس في نكهة لدغة هتجيكم كده مرة قوية من اللقمة الثانية، كده لدعة كده تلدعك كأنه ثوم، كأنك كلت ثوم أو شيء، لدعة الثوم. وشيء تاني فيه نكهة مادة حافظة كده ما هي حلوة، بس المنتج نفسه لذيذ. إيه ده؟ أوف لا 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 لا، هذا حتى ما أقدر أديه لأحد يا رجل. وي جنبوا يا بويا، خش على المنتج الرئيسي الله يستر. حبيبي طالبوا حراق، الحمد لله جاني عادي. يعني يا بروستلي توي كنت مبسوط فيك والله. والله شوفوا يا جماعة ترى الصراحة الشكل أسطوري، الصراحة الشكل والله الصراحة أسطوري، والله الشكل أسطوري. أوف في كمان أشياء من تحت كمان من الكرتون، بس طبعا ما بقلب هذا. البطاطس جدا عادية شوية باردة، العيش فريش مره فريش الى ابعد حد. نخش على الصدر اهم شيء، يا الله يا اخي انا ما احب العادي يا اخي. طيب الصدر مره 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 نظيف، ما في له اي وساخه ابدا مره. شوف والله حتى قاعد ادور انا، قاعد استنى له غلطه. نظيف جدا 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 جدا، بسم الله. وطري جدا كرانشي، ما ابغى اكل عجيز الصراحه، ما ابغى اخرب مره الدايت. كرنشي والله، اكلنا الجلد يلا عشانكم، اسمع الكرنشي اللي يحبوا الجلد يعني، فهذه معلومه تهمكم طبعا. نخش على الفخذ، وهو اكثر مكان برضو بيكون فيه صراحه زناخه. لا نظيف نظيف جدا جدا نظيف، والله زعلان بس انه ما جابوا لي حراق، لانه زماني دحين قاعد اقول عليه اسطوري اسطوري جدا. نخش على الجناح، الجناح شويه مو نظيف بس كويس. نخش على المنتج الاساسي حقه، الثوم. الثوم هو منتج اساسي لكل منتج بروست. بسم الله ريحته قويه ترى، واو لذيذ والله. حرام انه هذا ما ينعرف بروست ليه، نظيف جدا طري جدا كرانشي جدا، شغله مره نظيف.
يعني غلطته الوحيده انه ما جاب لي بروست، ويا ريت يلغي منتج الكوليسترول هذا او يغيره يعني، ما صح والله مره سيء. اوكي طيب يا جماعه، وهنا تنتهي حلقتنا اللطيفه. تكون عجبتكم الحلقه، انا جربت لي عروض رمضان الموجوده في تطبيق هانجر ستيشن، ابغى اسوي جزء ثاني من بروستات غير معروفه وحرب البروستات في جده. واتمنى تساعدوني فيها الصراحه، فاكتبوا لي في التعليقات بروست كذا بروست كذا بروست كذا بجده، بس يكون ما هو معروف يعني. يشوف الجزء الاول حتشوف البروستات كيف يعني معروفه بين الناس بين الحواري بين الحي، بس ما هي معروفه، ما بيسوي اعلانات ما بيسوي مدري ايه، هم معروفين بقوتهم ولذاتهم وحلاوتهم وكوتشي كوتشي كوتشي كو الزبده. انا عشان فكيت مودي راق يا ولد، كل يوم باكل دجاج بطاطس سلطه، والله ممكن اصور لكم حتى ايش طبخي انا يعني في البيت وكيف اطبخ الاكل، هو لذيذ وكل شيء، بس بتاكل 6 ايام في الاسبوع تقريبا نفس المنتجات، فبيكون صعب شويه. وبعض الاحيان بنزل وبطلع يعني، امس عشان افتح اليوم انا نزلت شويه في السعرات، ما علينا. اتمنى تكون عجبتكم الحلقه يا جماعه، لا تنسوا تسووا شير ولايك وسبسكرايب، سووا شير، ما بقي شيء على 10000، ومن ال 10000 لل 100000 ومن ال 100000 للقمه ان شاء الله. اتمنى تكون عجبتكم، اتمنى ما اكون ثقيل عليكم، غيرت لكم شويه مود رمضان، ما كل الناس قاعد تصور رمضان واشياء رمضان، انا بصور لكم شيء مختلف شويه. بما ان انا صورت حقه رمضان حلقتين، واحده في المدينه واحده في جده، كفى الله المؤمنين شر القتال. يعطيكم العافيه، كان معاكم ميدو، اتمنى تكونوا استمتعتوا، في امان الله، سلام.